الله ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مبين؟ إيه مبين. أنا قلت اليوم بسم الله، قلت اليوم بريح خوخة وأنا اللي بأفطر. لا، أنا اللي بأسوي الفطور. أنا اللي بأسوي الفطور وأعطيها خوخة، يعني بعد حرايق السمبوسة ولا استفدنا من الأيام الخمس الماضية، فقلت الموضوع عندي. فدخلت في عالم الانترنت، ما دخلت تيك توك بس لقيت وصفات غريبة، فاليوم بنجرب معاكم وصفات فطور تيك توك. يعني الله يعطيك العافية. من جد فطورنا في جبنة وطحينة، سندويش جبنة. طبعا حيكون فيها اشياء غريبة، فان شاء الله يا رب تعجبكم، بس لا تسوونها. قبل ما نبدأ بأعطي معلومة وسؤال ايضا، ونشوف في مفاجأة، او عفوا في هدية. زين، في هدية للمتابعين مو لكم. زين، خذوا هالمعلومة الحين. شلون نفرق بين الحيوان الذي يلد والذي يبيض؟ قولوا لي. إذا كان عنده ريش. إذا كان عنده ريش صح. يعني يبغالك إن ندخلك مع هدا. طيب إيش بعد؟ إذا عصفور ولا لا. إذا هو عصفور ولا لا. فشل ذريع يا جماعة. طيب، هل الفأر يلد ولا يبيض؟ الفأر يا جماعة يلد. يلد يعني يجيب بيبي. يلد. طيب أكيد بيجيب. إيش بيجيب؟ مفك. طيب بالنسبة الثعبان. تمام. بيض. طيب الفيل. أو كذا ديناصور كذا. طيب الديناصور يبيض. لا، ما بيض. ها؟ ما في بيض. نو بيض يا جماعة. يقول نو بيض. ها؟ ما يعرفوا لسه. هم يقولوا ممكن احنا يعني نشوف انه هو ممكن كانت بيض. لا لا، اغلب الديناصورات تبيض، بعض من الديناصورات تلد. هذه قرأتها انا يعني. ثقوا فيني. خير ان شاء الله. زين، ففي قاعدة حلوة افهموها، يقول لك كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض. فهمتوا؟ هذا في كتب العرب يقولون اللي لها اذاني، اللي عندها اذاني هذه تلد. طبعا لكل قاعده شواذ. خلوني اقول لكم، اذا شفتوا في الحيوان او الطائر اذنين هذه تلد، هذا الحيوان يلد. اما اذا كان ثقب، اذا شفتوا زي الضب، زي الثعبان، زي العصافير، ما عنده اذاني، هذا يبيض. لكن لكل قاعده شواذ. طيب الحوت يلد ولا يبيض؟ يبيض. الحوت يبيض. مو كل سمكة تبيض؟ لا. وشو؟ لا تبيض ولا؟ الحوت. الحوت مو هو سمكة؟ هو سمكة، بس قلنا لكل قاعدة شواذ. الحوت ما عنده أذن. طيب لكل قاعدة شواذ، الحوت والدلافين وأسماك القرش هذه تلد. لكن الغالب يا جماعة. الحين السؤال للجمهور. لا تجاوبون أنتم، نشوف الجمهور. طائر الخفاش اللي رثع بالكرة الأرضية وجاب عاليها واطيها، سؤالنا للجمهور، هل الخفاش يلد أو يبيض؟ طائر الخفاش. صح؟ إذا ما تعرفوا نشوف إجابات المتابعين. لا تروحوا جوجل، بالله اكتبوها بسرعة. جاهز مجودي؟ يس. أهلاً أهلاً، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. شوفوا، أنا من بداية رمضان وأنا بس أطبخ في المطبخ. انكرفت والله، انكرفت اليوم. انا اقول ايش هذا؟ هذا يتهجد ترى من بدايه رمضان. المهم بدر بيسوي وش هو؟ بدر بيسوي اليوم فطور وبيمسك كل شيء. خلاص اليوم فطورنا. وش ذا معلبات؟ وش قاعد تسوي؟ ما هذا مو معلبات، ترى جوعانين. ما ادري وش هو هذا. تيك توك اليوم فود. تيك توك. الله، عينا خير. عجائب وغرائب. صدق 18 ساعه. ما ادري باقي عندنا اندومي.
عندهم في جبنه طحينه. جبنه طحينه ولا كذا بوب. بدي لحظه فكها فكها اول شيء. اي هذه فكها. اي بعد حتى هذه علمك. يا سلام عليك يا سلام. كذا اوه عجينه جاهزه يا جماعه، ما يحتاج نعجن ولا شيء، ترى هذا هو كشف. ترى يا سلام خلاص. اول خدعه تيك توك، ما هي خدعه، هي هو شيء غريب مسوينه في تيك توك وصفه عندكم. يا سلام بس كذا بس كذا. ايوه يا سلام. بعدين نجيب شو اسمه، وشو هذا؟ ها وشو هذا؟ هذا ديك رومي. ديك رومي تركي. اي زين عجينه جاهزه وتركي جاهز. اي هي ليه لا لا وشو كذا هي لحظه انا ما ادري. اي خير زي الحين اقول لكم، بس انتوا بس وقف. كم باقي حلاوه طحينيه؟ ما والله انت عجبكم، انا متاكد لاني تذوقتها وانا اشاهد الحين مربى. زين والحين نحط عليه تشيز. هذا طيب. هذا يسمونه رقائق الدجاج الملتهب. الملتهب نعم. أيه. عجينه جاهزه، تركي جاهز، جبن جبنه جاهزه. اجيب لك بقره من وين؟ جبن شرايح. طيب الحين وصل الصوت. الله شف شف. ايوه الله هي 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 تشيز من برا هذيك. ايش الفن هذا؟ اوه في هواء والله. يس ايوه مساج. الحين انا اقول لك انا في حالة صدمة الحين. وانا سكين وانا سكين فشلتونا. لا 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 ينفع الحين. السكين غلط. السكين غلط يا بابا. يا سلام شوف عشان بس اوريكم الحركات. الله اتحداك اذا تعرفينها. والله ما تعرفينها. شاطر شكرا. برافو. انا باكل بكره. ايوه نحط كذا. لا والله المشاهدين هم يحكمون ويقولون رايهم. تعالي قربي هنا عشان المشكله لو مو صايمين هين. واو والله والله بطل. هذا هو الطبق الاول. باقي شوي للاذان بوريكم اذا ما اكلتوا خشمكم وراها. اذا ما اكلت الجوال ما ادري انت الطباخ. خلاص انا بتابع. بسم الله يا رب. ريما ايش الحل؟ قولي لي ايش الحل؟ والله ايش رايك فيها؟ بعد شكرا يا صيام. بس اندومي نجهز اندومي الحين. انا عشان اعطي عجينه ثانيه للمبدعين. اي عجينه ثانيه. وش هي؟ شكرا يا سلام. هذا اسمها حسين. هذا حلا جاهز. حلا جاهز ما يتعب. عزيزتي الام لا تطبخينا بعد الان. شكرا للنصيحه. عزيزتي الاخت لا تطبخينا بعد الان. شوف جاهز. اوكي مش ريحته المهم خذيها. حناخذ هذه. ايوه انا اعطي فرصه للمبدعين. نعم تقلبيها. ان احنا بدل ما نحطها كذا نحطها كذا. اوكي فكروا داخل الصندوق دائما. اي داخل الصندوق. خارج الصندوق. خارج الصندوق يا جماعه. تمام. ريما ايش قاعد تسوي؟ قاعد احط زيت هنا. شكرا. اليوم صدمة العمر. شوف حتى يجي الصوص معه. اوه. لما اقول انه الموضوع علي خلى علي خلاص. الله يستر. هنا هذه نفردها شوية. حلو. وبعدين اوكي تجي جاهزة على بالي بس عجينة. قطعتها. ايوه. اعطيني. قطعتها. بعدين نحطها حول الكوب. طب ممكن مشاركة أشارك معكم بشيء؟ لا شارك. ممكن تحطيها على الطاولة؟ لا لو سمحتي على الطاولة بالنشابة بالفرادة. اوه صح. والله العظيم ما تحملت. معليش بس ما تحملت. يلا فهمت الفكرة بس ما تحملت. احط دقيق على احط دقيق على الفرادة. كذا ايوه الحين ضبطت. ايوه افكار ريما هذه. زي افكاري كلها مي الضحك. يلا زين والان نخليها بهذا الشكل. نخليها على شكل بدر على اساس فاهم. ايه قطعها ليش؟ الفكره ان احنا نحطها هكذا في الفرن وبعدين ايه تجي على شكل كوب سينبون كوب. الله. ممكن تحطين فيه شوكليت ولا ايس كريم. يا سلام عليك. ما اخرب عليكم المفاجاه. يا سلام عليك. ما شاء الله العصابه كلها تعاونت أنا واتفقت.
ايوه بالكاس استغلال لجميع الموارد الموجوده في المنزل. والله الافكار يعني حتى وانا اطبخ لي كم سنه ما عرفتها. اليوم ما في شيء بينحرق ان شاء الله. نشوف نشوف ها شفتوا هذه الفكره الثانيه التيك توكيه الحلب المقلوب. تطمنوا على الله انحرق. يا سيدي الريحه ما شاء الله. اوكي يا سلام نحطها ونشوف الطريقه الثالثه عند عزوز. ما شاء الله كله ورا بعض صراحه سهلت الحياه جدا. عزوز الحين بيسوي لنا كوكيز جاهز. الله كوكيز جاهز ما يحتاج عجين؟ ما يحتاج عجين ولا شيء مع الشوكليت وكل شيء، لكن هذه له طريقه يعني حق اختصاصيين امثالي. ايوه ما شاء الله عزوز ابدا. ايش قاعد تهبب؟ شوفوا خوله بليز بليز يا خوله بليز. يقصها بالكيس. طيب فك الكيس عنا. لا لا ايش عرفكي بطريقه المحترفين؟ مو نفس الشيء. وشو لا حاطين نفس الشيء. شوفوا هذه بتنحرق وهذه ما راح تنطبخ. ماشي انتوا ما عليك الا تشوف النتيجه. يا الله التيك توكيه الثالثه اللي هو كوكيز. ايه ساندويتش ايس كريم. الله ساندويتش كوكيز ايس كريم. الله 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 كل شيء انتظري انت وش عرفتي؟ اي طيب انت ما تضحكون زي الطالب اللي يقول انا والله ما ذكرت وبالنهايه يطلع من الدوافير واخذ العشر الاوائل. يعني انت الحين بصير من العشر الاوائل في الطبخ؟ انا الاول. انت اول خير صح. يلا الحين اوريكم. في حلاوه في جبنه مع الحلاوه الطحينيه خلاص. يلا نكمل. يلا ما في دعم للمبدعين. لا انت رائع انت احسن واحد. يلا جهز من الحين. الله ياخذ نفقر على بصل. الحين سوينا اربع كوكيزات مثل التميس تطلع كبير زين. واو لكن خلونا ناخذ الاولى. شوفوا سايحه بالجبنه. يا سلام شفتوا قايل لكم هلا حبيبي. هلا حبيبي انتظر في اذان المغرب. يا سلام خليها تدفى على خفيف. حلو خلينا ناخذ الحلو وندخل. ان شاء الله. لحظه بس بسالك سؤال خبير تحت. حط ريحه يابا الطبق اللي تحت. طيب الطبق اللي تحت الدور اللي تحت الدور اللي تحت. اوكي شوي على السينمون. بسالك سؤال معليش ما اقدر. لحظه بس سؤال. كم طبق حلو؟ والله واجد. كم مالح؟ بس كم كوكيز وسينمون وهذا وباقي بيتزا. بعد بيتزا الكبدة. لا والله حتنصدمون لما اوريكم وش شريت امس. الحين بوريكم شريت بيتزا عليها صلصة بس. انت قلت بتسوي اليوم كبدة بس ما قلت لي بيتزا كبدة. بيتزا بالكبدة ما حد سواها من قبل لكن انا من جن. وين هالكبدة اللي هنا؟ شوفوا يا جماعة والله ما قصت على نفسك ولا سويت ولا عجينه. تخيل يبيعوا عجينه معها صلصه ويقول حط اللي تبي. شكرا. ما ادري ما شاء الله تجاره. انا اللي اسوي لكم عجينات دائما. لا تسوي لنا عجينات ولا شيء. شوف تفضل. الله صلصه وانت تروح البيت تحط اللي تبي فيها. فقررت اليوم اني اطبخ الكبده عشان لا تخرب علينا. واو فانتظروا بيتزا الكبده هذه انتاج عصابه حصري بدر. ما حد سواها من قبل. يا سلام اكواب الايس كريم السينمونيه. الحين تبرد؟ تبرد ما نبغى المفاجآت. لا تخرب. الله صراحة افكار حصرية. جان ترى ايه عزوز الحين بيتولى امر الكبدة يعني عشان انا قاعد ادربه الحين عشان يصير الله طباخ كبدة عالم. الوريث الوصفة. يلا كبدة بيتزا. يلا هنا عزوز قاعد يقطع الفلفل. ايوه الله تحفة. يا سلام طاحت الكبده خلاص. الله 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 يا سلام رائع. هلا والله. الحين شو بدر اشياء جميله. بدر ما بدر تضبط. اوكي هذا الكوكيز الحمد لله في شيء راح ناكله اليوم. لا حتاكلون كله والله العظيم وبلذاذه. الله يستر. احسن عادي اذا ما اكلت. والله كاني كثرت الكبده. كبدة وبيتزا شكرا. بس تعالي اذا ما اكلنا في بيتزا جاهزة. عزوز اعطي لمساتك. في احتياط. التشيزي. لمسات عزوز التشيزية. ممتاز. بيتزا الفلفل هو فلفل بارد يا جماعة اللي بيسويها. حلو. يا سلام. بالله شوفوا. قريبا في الاسواق. يلا. بتصير ترند اذا شفتوها في المطاعم قولوا لنا. صح ترى فكرتنا. لا هي السر في اللي يطلع اللمسات. نعم لازم تسوي كذا. والله مو مره اكل كبده بس هي شرحت شكلها حلو.
يمي. عاجبك كذا يا مجودي؟ عاجبك اللي قاعد يصير؟ يعني كلنا جوعانين جوعانين وبابا يسوي فطور؟ معقولة؟ يوان أمي؟ الله يستر. يلا شوف زي القطو. وينك يا بابا؟ كان عندك كتاب اكتبه. كان عندك كتاب ما خلصتيه؟ ايه ما شميت الكوكيز صح؟ ايه والله اني دارج شميت الكوكيز. بيتزا المنتظرة. الله الله يا سلام. بابا جيب الايس كريم. ايس كريم وبيتزا. لا لا هذا بيتزتنا خلاص خالصة. صدمتني. الحين هنا واكواب السينمون المقلوب. اول شيء سوي هذه. شوفوا. اول شيء سووها لا اول شيء الكوكيز. صغير؟ ما عليه ما عليه. الحين معنا هذا الايس كريم. شوفوا الطريقة التكتوكية. التكتوكية يا ساتر التكتوكية. ايوه كل شيء يقطع مع الكيس. وش ذا السكريم هو السكريم اللي خربها؟ والله ما شاء الله عليك فنان فنان. خليه خليه ياخذ. يا حبيبي راح. زرفنا عادي عادي لانها لذيذة جدا. ايه والله جعنا واحنا نسوي. خلاص طعمها حطها. زين شوف 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 شوف. زي كذا. زي كذا. ايوه زين. اشكر التخبيص. شوف شوف اي تخبيص. ايس كريم كوكيز. خليها صورها شوف. يا سلام. ايس كريم كوكيز. يا سلام يا سلام. زين الحين عادي هذه فقط ناخذ الاكواب المقلوبة. ايوه. ايش فيني اتكلم كذا؟ زين؟ زين؟ وش تبي تزرب انت الحين؟ لا ضيبت لبس. زين؟ شوف. شوف بعدين. الله لا انا اصلي شكله حلو. الاكواب هذه. شوف. هنا. يا سلام. انزلي بنت الحلال رحم الله امك. انزلي. وبعدين تاخذوها كذا كافكار المتابعين وش رايكم؟ يا سلام يا سلام. شوف بيتزتنا كم باقي ياذن خلاص غربت الشمس. كريسبي كريسبي. الله الله الله. كل شيء جاهز بس يعني اوكي ان شاء الله. هي على الاختيار الشخص المناسب. ايوه الله اختيار الشخص المناسب من الشخص ما ادري. حلو زين. الله الله شوف شوف شوف. اتحدى احد سوى بيتزا كيمبا. اقدر على لحظه لحظه في هنا شيء. وش هو؟ اوه نساها. لا هي هذه الحين ابغاكي انت تذوقين وانت الحكم. طيب اول شيء نفطر بتمره. اي بعدين يلا على التمره. والله لك صمت تاخرت. يلا يلا بسم الله. شوف هذا جلست مكاني عشان التقديم. شوف الخيانه سوت لها بيتزا عاديه تقول ماني واثقه لكن الان كلكم حكم. طبعا هذا عصير حبحب طبيعي الحين اوريكم كيف سويته. يا سلام يا سلام. الله الله هذا. الله الله. اول شيء انتوا ما عليكم منه. الشكل حلو يعني في واحده ما ادري ايش صار فيها. انا ما جرب. الله يشفيها. بس هذه يلا بسم الله. يلا يا جوانا خذي لك واحده. لذيذه والله. انا داري هذا. شوف شوف غرقانه بالجبن. واو. كم تعطيها من 10؟ عصير الحبحب يعتمد يوميا في رمضان. طيب وكم تعطيها من 10 هذه؟ اعطيها 9 من 10. 9 من 10. اوه كبير. بيتزا الكبده يلا. هذه الله يستر. لا لا هذه انا ضامن صح ما ادري باخذها. يلا انا جيت هنا عشان اخذ راي الكل في افضل بيتزا مره. الموضوع يلا اعطيها قضمه. قولوا بسم الله. والله بيتزا الكبده. ناقص ملح. لا حلوة حلوة حلوة. أنا صورتها معناها حلوة. الكبدة روعة والله حلوة لأنها طرية بعد ما أعطيتها مليانة كبدة. أي مو حجر. إيش دخل الحجر؟ أنا ما راح آكل واحدة بالملعقة بأكلها كذا. طيب يعني لو أخذ كذا برضو بالملعقة ولا بس شوفي كيف يضبط. يومي. حتى ايس كريم مره ثانيه. يا ناس انا ادري انه واو بس اعطوني الحقيقه. ما عندي اتس بس عندي 4. احنا سوينا 6 يمكن نخلص الايس كريم. الحين نسوي لك واحد ثاني. الحين لو سويتوها وعلى طول حطيت الايس كريم اكلتوها احسن على طول. اكيد اكيد بس احنا كذا بارده بس واو.
بارد الخبزه يعني ال حلو الخبزه سينمون. بس لذيذة. عندكم افكاري افكاري يا جماعه. اعطيها قضمه. نعطيها اول شيء. الله الله الله. اوه ماي جاد. واو. عظيم. هيا ياكلوها 10 ما شاء الله. يبغالها دلة قهوة والله. مش ام عاد. صوت تميس ذا. حلو. هو اصلا شكله حلو ما ادري كان مسوي بس الايس كريم ما ادري وين راح. لا. الايس كريم كان صغير. بس كيف طعيم؟ والله غريبة ماما اليوم دلعتني كل التقييمات رائعة ممكن لأن أكثر من رائع وهي قاعدة تحط قلبها هذه استراتيجية عشان يطبخ اليوم برمضان يس شوف أنا أعرف جوانا أعرف جوانا أيوه جوانا حلو يس أنا ما يدخل خولة قالت دخل قلت سويتها طيب إن شاء الله خير يلا بسم الله ليش من الزاوية ليش من الزاوية شوفوا ما في فرق شوف والله من عادي يلا يلا ها تيك توك يا تيك توك يمه خولة صبر 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 وش ضابطة لا لا نوب نوب لا خربتيها انت والله انت خربتيها اشتقتلهم حب حب والله ضايقة حب حب شكرا ضايقة بس صراحة يعني لا لا يا بابا بدون ملعقة كذا على طول شوف الحب حب يعني هذه لا تسووها إذا عندكم ضيوف لا تسووها تراها حوسة مرة حوسة والله بس كتجربة حلوة صح؟ حلوة فيها طعم حب حب لا يا شيخ مش أكل. فار. يلا أكل من هنا. تعالي بنت. الله يوفقك. إيه زين. هي بالفراولة. أجيله بالفراولة وطلع فيها نكهة البطيخ والبرتقال. لا مش والموز أيضا. أي. شوية موز. شوية صح. واندوم. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا اللايك والشير. Subscribe. Bye. Thank you. I think it's that.